تأنى قليلا حتى نفهم الحديث. نعم. ما هو؟ أحب الدين إلى الله حنفية سبحانه. أي نعم. مع أن ابن حجر يقول كل ما روى الدولي ابن حصين عن عكرمة منكرات. أنت قد تحسنت الحديث. أنا حسنته لغيره. لغيره. تعرف الحسن لغيره؟ نعم. ما هو؟ الحسن لغيره الحسن. إيه. ما هو الحسن لغيره؟ لا يذكر لا يحضر. إذا ما تعرفه. نعم. فلو قلت ما أعرفه كان خيرا لك. الحديث الحسن بذاته هو الذي يكون إسناده الذي جاء به الحديث يكون حسنا، أما الحديث الحسن لغيره فيكون السند ضعيفا لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله أو خير منه. فلذلك يقع الإشكال عند بعض الطلبة ب هذا الباب مفتوح؟ لا مسكر. هذا هو الذي يقع إشكال مثل هذا السؤال، يكون في السند شخص ضعيف لا يجوز تحسين حديثه، فيقول الحافظ أو المحدث في سنده كذا ويكون صادقا، لكن يأتي آخر فيقول هذا الحديث حسن، أي لأنه وجد له طريقا أخرى، هذه الطريقة الأخرى تقوي الأولى فيصبح الحديث حسنا. فلا المنافاة حينئذ بين تحسيننا لهذا الحديث وتضعيف ابن حجر لذاك الإسناد في هذا الحديث. واضح؟ واضح.